على مستوى خط 18 في استقبال الكرة الثانية إذا أتيحت لملا رياض محرز ينفذها مباشرة داخل منطقة الجزاء. رأسية قوية، الرأسية القوية تكون هناك تسلل نفذت بشكل رائع شايب بالرأس. 1-0 للمنتخب الجزائري، أول سيناريو في المباراة. توزيعاتك دواء يا رياض محرز، ورأسيتك كانت قوية أيضا يا شايبي، والنتيجة أعلاه. 1 محاربي الصحراء، 0 أسود تيرانغا بملعب عبد الله واتي في أول سيناريو في المباراة.